عليكم. شكرا السيد الرئيس على تراسكم لاشغال الجلسه الختاميه. كما تعلمون وصلنا الى اخر محطه في اشغال هذه الندوه الوطنيه. قبل ان اتلو على مسامعكم التقرير الختامي لندوه اليوم، لابد في البدايه ان اتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل حسن توراك الذي نسق أشغال هذه الندوة وكلفني بإعداد التقرير الختامي لمختلف الجلسات. كما تعلمون تم تقسيم أشغال هذه الندوة إلى جلستين، جلسة صباحية وجلسة مسائية، وهي بمثابة ثمرة لمختلف المداخلات التي تناولها السادة الأساتذة والأستاذات الفضليات الذين واللائي شاركنا في مختلف محاور هذه الندوة. شكرا للجميع، كل باسمه وصفته. شكرا للإخوان والأخوات الطالبات على الصمود والبقاء معنا إلى آخر هذه المحطة ونهاية أشغال هذه الجلسة. بالنسبة للتقرير العام الذي هو خلاصة وتقرير تركيبي لمختلف المداخلات السادة الأساتذة والأستاذات، وتناولت فيه بعض التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة. عقد يومه السبت فادحي 2020 ابتداء من الساعة 9 صباحا أشغال الندوة الوطنية حول موضوع تبسيط المساطر الإدارية ورهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقاعة الندوات رقم 2 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، حيث في البداية تم افتتاح أشغال هذه الندوة الوطنية بكلمة افتتاحية للأستاذ حسن توراك باسم مختبر الحكامة والسياسة العمومية والدراسات الدولية والإدارية والجمركية. ثم بعدها جاءت كلمة ترحيبية للأستاذ رضوان العنبي باسم مركز المنارة للدراسات والأبحاث، بحيث تم تقسيم أشغال هذه الندوة إلى جلستين. في الجلسة الصباحية تناولت أو تمحورت حول المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، بحيث تطرق فيها السادة الأساتذة إلى دور وأهمية تبسيط المساطر في ضمان جودة الخدمات الإدارية من خلال التذكير بالإطار العام والتاريخي لموضوع التبسيط الإداري ومختلف المراحل التي مر منها، مع الاستناد إلى بعض التجارب الدولية المقارنة في هذا الصدد، وكذا مختلف التحديات والإكراهات التي تحول دون بلوغ أهداف تبسيط المساطر من خلال التركيز على الإشكالية الرئيسية التي تتمثل في ضعف الثقة أو غياب الثقة بين الإدارة والمواطن، وكذلك غياب الإرادة السياسية الحقيقية في مجال الإصلاح الإداري. كما تم التطرق لأهمية الرقمنة ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالجماعات الترابية باعتبارها أداة أو إدارة القرب من المواطنين. كما تم التنصيص على ضرورة أو الحث على ضرورة تحديث الإدارة القضائية أداة ضوء مستجدة القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. بالنسبة للجلسة الثانية
المتعلقة بمحور رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية ورهانات التحديث الإداري. تناول فيها السادة الأساتذة والمتدخلين دور الرقمنة كرافعة لتسريع وتيرة تبسيط المساطر الإدارية، سواء في مجال الصفقات العمومية أو فيما يتعلق بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وكذا في ميدان التدبير الإلكتروني لمداخل ونفقات الدولة. كما تم التطرق في نفس المحور لأهمية تحديث المساطر الإدارية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وبعض الإكراهات التي تعرفها مسطرة تحديث المساطر بالعالم القروي. كما تم الوقوف عند بعض الإكراهات المتعلقة بتطبيقات المساطر الإدارية على ضوء القرار الإداري الغير الصريح، وكذا دور الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية في مجال تبسيط المساطر المتعلقة على وجه الخصوص بإعداد الميزانيات الخاصة بالجماعات الترابية، وكذلك كيفية تبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة الحرفية والتجارية والصناعية. بالنسبة للتوصيات الصادرة عن هذه الندوة، تم التركيز فيها على أهمية التحكيم والتدوين ودراسة الجدوى في مسلسل تبسيط المساطر الإدارية، وأهمية اعتماد الوحيد في مسلسل تبسيط المساطر الإدارية، ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة كمدخل أساسي لبلوغ أهداف التبسيط، ضرورة إشراك مختلف الفاعلين المعنيين بتبسيط المساطر الإدارية من إدارات ومؤسسات عمومية، جماعات ترابية، قطاع خاص، مجتمع مدني، نقابات، مواطنين ومختلف المعنيين. كذلك ضرورة استحضار الإرادة السياسية كعامل أساسي لإنجاح ورش تبسيط المساطر. كذلك تم استشراف الآفاق المستقبلية لعملية تبسيط المساطر التحول الرقمي 2030 وآفاق الجديد المتعلق تأهيل وتحفيز العنصر البشري من خلال الرفع من جودة من أجل الرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، ثم من خلال تشغيل الخبراء في مجال التواصل الإداري واعتماد المرونة في الولوج إلى الخدمات العمومية. وكانت هذه هي أهم خلاصة النتيجة. في ختام هذه الندوة، تم فتح باب التفاعل والنقاش مع مختلف المداخلات التي جاءت في هذه النضوة الوطنية. والسلام عليكم.